الآن عندنا المثال example 24 for extension of rating curve using least square error method. The following discharges and corresponding stage readings were obtained from measurement. Find the best equation for the curve. إذا موجود عندك الداتا المبينة عندنا اللي هي قيم h ناقص a وما يقابلها من تصاريف q. يريد من عندك أن توجد معادلة اللي تمثل منحني الريتنج كير لهذه الداتا المبينة هنا باستخدام طريقة least square error method. استخدام طريقة least square error method. هنا قلنا حتى نستخدم هاي الطريقة نحتاج انه نستخدم المعادلة او نوجد المعادلة العامة للمنحني للريتنج كير. قلنا المعادلة العامة عندنا Q تساوي K H ناقص A اس B. حتى نحل المعادلة هاي نوجد الثوابت الموجودة بها اللي هي K و B. راح ناخذ لوغاريتم الطرفين مثل ما تشوفون بالسوليوشن. لوغاريتم Q تساوي لوغاريتم K زائد B لوغاريتم H ناقص A. قلنا هذه تمثل ممكن نرتبها كمعادلة خطية Y تساوي A زائد B X حيث ان Y تساوي لوغاريتم Q وال A تساوي لوغاريتم K وال B هي نفسها B وعندنا لوغاريتم H ناقص A يساوي X. حتى استخدم طريقة least square error method حتى اطبق المعادلات الموجودة عندي لحساب ال A وال B راح اسوي في الجدول الجدول بالحقول X Y و X تربيع و X Y. X قلنا تمثل لوغاريتم H ناقص A فالقيم الموجودة هنا 10 20 30 50 80 حاخذ لها لوغاريتم فلوغاريتم العشرة واحد لوغاريتم العشرين 1.301 وهكذا. بالنسبة للواي قلنا الواي هي لوغاريتم كيو انا عندي كيو هنا 100 300 600 حاخذ لها لوغاريتم يصير عندي هاي العمود الثاني اللي هو عمود واي. طبعا هذا العمود اسوي له سميشن اجمعه وعمود الواي ايضا اسوي له سميشن اجمعه. هسه احتاج اني بالمعادله مال اي وبي احتاج الى اكس تربيع واكس واي. فالاكس تربيع قيم اكس الموجوده هنا اربعها واجمعها حتى اطلع سيجما اكس سكوير واكس واي اضرب هذه القيمه في هاي واحطها هنا 1 في 2 1.301 في 2.477 وهكذا. ايضا اجمع هاي صار عندي السيجما اكس واي. عندنا هاي المعادلات معادلة حساب اي وحساب بي. حساب اي المعادلة مالته سيجما واي في سيجما اكس سكوير ماينس سيجما اكس في سيجما اكس واي على ان سيجما اكس سكوير ناقص سيجما اكس الكل سكوير. فراح ناخذ القيم اللي حصلناها هنا امامكم نعوضها هاي القيم راح نعوضها بالمعادلة. عندنا سيجما واي 13.635 في سيجما اكس تربيع اللي هو 11.3821 ناقص سيجما اكس اللي هي 7.38 في سيجما اكس واي اللي هي 20.8548 مقسومة على ان عدد الداتا الدي 1 2 3 4 5 في سيجما اكس سكوير اللي هو هذا 11.3821 ناقص سيجما اكس الكل سكوير هذا سيجما اكس تربيع يحطلع قيمة اي. قلنا من المعادلة هذه الخطية احنا اي هي تمثل لوغاريتم كيو الاي تمثل لوغاريتم كيو مثل ما نشوف العفو لوغاريتم كي الاي لوغاريتم كي. فهنا أنا راح اجي اقول اي تساوي لوغاريتم كي اذا كي تساوي 10 مرفوع للقوة اي
اللي هي 0.5259 تطلع قيمة A. إذن هذا العفو قيمة K. إذن هذا هي قيمة K. هسه أطبق المعادلة لحساب B N سيجما XY ناقص سيجما X في سيجما Y على N سيجما X سكوير ناقص سيجما X كل سكوير. طبعا هالقانونين مال A و B قلنا احنا هذه نطيهن احنا يعني موجودة بالمعادلات مال اللي راح نطيها لاستماع المعادلات مو للحفظ. راح نحسب B نعوض عن قيمة N 5 XY راح ناخذ مننا 20.8 وناقص سيجما X اللي هي 7.38 وسيجما Y 13 وهكذا نعوض نستخرج قيمة B. إذا صار عندي K و B أقدر أعوضها بالمعادلة مالتي اللي هي Q تساوي K في H ناقص A مركوع للقوة B نانا Q الK هي 3.3566 H ناقص A. هنا المعادلة طلعت بدلالة A لأنه هو بالسؤال نعطيني H ناقصا A يعني نعطيني مباشرة قيم H ناقص A. لو نعطيني قيم فقط H راح أروح أرسم وأطلع قيمة A مثل ما راح نشوف بالمثال اللي بعده اللي هو المثال رقم 25.